المشاهدين والمشاهدات اللي عم يشوفونا في هذه المساحة اللي منخصصها باستمرار لاستضافة مبدعين ومبدعات، مثقفين ومثقفات أردنيين وأردنيات. هذا الصباح يسرنا أن يكون معنا شاعر جميل الكلمة والشخص، يعني معنا شاعر من طراز رفيع، ويسرنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ زهير أبو شايب في هذا الصباح وفي هذه المساحة اللي رح نستمتع فيها بشخصك وشعرك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، شكرا جزيلا، ويسعد صباحك. أهلا فيك وصباحك. يعني إحنا لما نذكر الأستاذ زهير أبو شايب بنحكي عن رحلة طويلة مع الشعر ورحلة طويلة من الكتابة الشعرية، ولكن قد أتوقف في البداية عند محطة جائزة محمود درويش اللي يعني دائما ما يرتبط اسمك بهذه الجائزة. وإحنا بنحكي عن محمود درويش بنحكي عن يعني راحل كبير وترك إرثا شعريا عالميا، كيف ماذا عنت لك هذه الجائزة التي تحمل اسمه تحديدا؟ يعني بدون شك أن يعني ارتباط اسم أي شاعر باسم محمود درويش هو يعني مدعاة للفخر، لأن محمود درويش رمز كبير في الشعرية العربية، لا بل هو شاعر يكاد يكون الشاعر الوحيد الذي قدمه العرب للعالم بوصفه شاعرهم وشاعر قضاياهم وشاعر وجدانهم. لذلك أعتز كثيرا بحصولي على هذه الجائزة التي لا تمنح لمن يتقدم لها، بل تمنح لمن يتم اختياره لها. هاي الجوائز لها أهمية خاصة، ولذلك هذا يضفي عليها أهمية خاصة فعلا. الارتباط باسم محمود درويش والارتباط باسم فلسطين أيضا من وراء اسم محمود درويش أمران يزيدان من أهمية هذه الجائزة بالنسبة لي، ويعني أعتقد أنهما يحملان أيضا كل من يحصل على هذه الجائزة مسؤولية الحفاظ على هذا الاسم والحفاظ على هذه القيمة الشعرية التي تدعو للاعتزاز ليس فقط كحاصل على هذه الجائزة، بل كمنتم لهذه الثقافة التي أنتجت محمود درويش ولهذا الوجع الذي أنتج محمود درويش. طيب ممكن نسمع أو نقرأ من فضلك من جو هذا الديوان؟ قبل عينيك لماذا كانت الوردة لا ترمز في الشعر إلى شيء، وكان البحر لا يبعد عن صورته إلا قليلا، ولماذا صارت الوردة شيئا آخر الآن؟ لماذا صارت الوردة شيئا آخر الآن، وصار البحر ينأى مثل أبطال الأساطير ويزداد غموضا؟ ربما كنت رماديا قليلا قبل عينيك، أنا والبحر والوردة والبرم والطائر والعش وحتى أنت، كنا قبل عينيك رماديين. حتى القمر البارد في الصحراء لو لم تره عيناك هاتان لما صار إلها بدويا عاشقا تعبده كل نساء الأرض. لكنك مذ قلت لعينيك انظرا كي تريا غبتي، ترين البحر لكن لا ترين الجبل الغارق في البحر، وتمضين إلى نفسك لكن دون حلم. وأنا والبحر والوردة والطائر والعش وحتى أنت، حتى أنت موجودون في الحلم الذي لم تره عيناك، موجودون في مستقبل نجهل من أي الحكايات سيأتي. فانظري في حلمك الآن هنا حتى تريني، وانظري في حلمي حتى تري نفسك أنت. جميلة جميلة، يعني هذا كان انتظار جميل للكتابة عن المرأة في هذه المرحلة. أستاذ زهير، إحنا بنحكي عن الشعر
وبنحكي بمرحلة من مراحل العرب، يعني كان هناك إقبال كالإقبال على الحياة على الشعر. كيف ترى الآن يعني الحالة الشعرية والإقبال عليها، يعني وأنا أنت شاعر في هذه المرحلة من عمر الشعوب العربية؟ يعني مع الأسف الشديد ليس ثمة إقبال على الثقافة برمتها. ربما يعني ربما يكون هناك بعض الإقبال على الشعر النبطي مثلا، لكن الشعر الفصيح أصبح غريبا الآن. أنا لا أعيد هذا إلى ضعف في ثقافة الشعوب العربية كما يرى بعض النقاد، أنا أعيده إلى الفوضى. فوضى الكتاب وفوضى القراء. هناك يعني أصبح ما لا حصر له من الشعراء أو ممن يتسمون شعراء، ولذلك فقد المتلقي العربي الثقة بما يكتب حاليا. نعم. على أنه شعر. نعم. الأستاذ زهير أبو شايب، يعني أنت تضيف للمشهد الكثير من الجمال. شكرا جزيلا لك وشرفتنا في حلقتنا هذا الصباح. شكرا جزيلا لك، ويعني مزيد من التقدم والتألق. شكرا جزيلا لك. شكرا.